على حسابه في تويتر كتب الزميل بتال القوس عن تلقيه مكالمة من رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، أخبر فيها برغبته في الظهور في الحلقة لأن لديه خبرا مهما يعلنه. ليتفاعل الناس مع تغريدة بتال وهاشتاج فيصل بن تركي في المرمى وغيره من الهاشتاجات التي سرعان ما انطلقت بعد تغريدة بتال. وكتب المغردون في هذه الهاشتاجات توقعاتهم المختلفة حول ما سيعلنه الأمير ليظهر رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي في الحلقة ويفاجئ الناس باستقالته. نتابع. هنا أعلنت صراحة التوقيت، أنا أعتقد أن التوقيت صحيح. الإنسان المنصف والعقلاء بيعرفون أنه فيصل بن تركي أتى لنادي النصر صراحة، وكانت رئاسة نادي النصر في هذاك الوقت ما هي مغرية صراحة لما جيت من 7 سنوات. الزميل بتال القوس كشف لتفاعلكم كواليس استقالة الأمير فيصل بن تركي واللي تفاجأ بها بتال قبل الناس حتى نتابع. الحقيقة أنا استغربت اتصاله لقيت فيصل بن تركي كان حكم مباراتهم مع النصر مع الفريق الإيراني يدوب حيصفر البداية وقربت نشوف. الحقيقة استغربت تماما أنه بيعني في مثل هذا التوقيت، ما استوعبت الموضوع صراحة لحد ما طلعنا على الهواء أنه يعني فعلا ناوي يعلنها. قال لي أنه عندي خبر مهم أبغى أعلن الليلة وأبغى إذا في الإمكان أنه يكون أظهر في البرنامج الليلة. قلت له أوكي. الحقيقة الصراحة الشيء اللي خوفني أنه بعد المباراة صرت أتصل عليه ما صار تليفونه يجاوب أبدا، وانتظرت لحد ما طبعا اتصل. بعد كذا لما حضر عرفت الموضوع طبعا قبل الحلقة بدقائق. حقيقة توقعاتي كانت عكس ذلك تماما. طبعا قبل ما يجي للمبنى العربية كانت توقعاتي مختلفة تماما. كنت أتوقع أنه ممكن بيعلن أنه سداد ديون كامل نادي النصر هي الأزمة اللي يعاني منها النادي، فأنه ممكن يكون إعلان للصفقات الجديدة لنادي النصر أو الشكل الجديد خلنا نقول نادي النصر في الموسم المقبل، خاصة يعرف أنه قاعد يشتغل من بدري. يعني كنت مو مستغرب أنه يستقيل، ولكن كنت مستغرب التوقيت أنه يستقيل في مثل هذا الوقت وفريقه واصل إلى نهائي كأس الملك وممكن يكون ختام موسم جيد. مين توقعاتك رئيس النصر القادم؟ يعني هو قانونيا لازم يكون في تكليف بعد فيصل في الشهر بعد الكاس، لازم يكون في تكليف، وفي شهر يناير اعتقد او فبراير المقبل يكون في عقد جمعية عمومية وانتخاب رئيس جديد للنادي. اتمنى التوفيق للنصر والفيصل كل الاندية السعودية والرياضة السعودية. ما راح تكون الاستقالة الأخيرة هالموسم لرئيس نادي سعودي، انتظر الاستقالة الثانية. مين يعني مين حيستقيل كمان؟ خاشة في الأسبوع هذا أتوقع في الاستقالة الثانية، يمكن برضه عبر الأسبوع الجاي يعني يمكن عبر العربية أيضا إن شاء الله. إن شاء الله.